هالخدمة صار لي أخدم 4 سنين، وأبوي علماني على هالخدمة، وأتمنى من الحسين بأنه يشاف كل مريض. أتمنى يكون طيب أبوي ويعطيهم الصحة والعافية والرزق ويديم محبتهم إن شاء الله للأبد. صار لي 2 سنين أخدم في هالموقف، إن شاء الله رب العالمين يحفظ الزوار ويشافي كل مريض. أخدم بموكب الحسين منذ 3 سنوات، أهلي وعمامي علموني على خدمة الحسين، وأمنياتي أن أبقى خادم في عمام الحسين وشافي كل مريض.